مع المصطافين ومحبي البحر إلى فسحة الصيف الحيوية التي لا تحلو إلا بالبحر وأجوائه، خاصة بعد إعداد المواقع والمسابح لتستقطب كل الراغبين بقضاء يوم بحري ممتع. وها هو مسبح جول جمال وقد فتح أبوابه من جديد يستقبل الرواد، وخاصة أنه يشكل ذاكرة حلوة بشاطئه الجميل لدى أهالي اللاذقية وزوارها. تفاجأ بهالجو الحلو يعني. أول شيء بنرحب فيكم، ما خليت منا نرحب فيكم وأهلا وسهلا فيكم هون. الجو والنظافة والترتيب، أنا متفاجأ بهالشيء لأني بسنين السابقة قبل كان جول جمال مغلق، كان الفوضى والوسخ والجو ما مريح، بس هلا بوجود جول جمال يعني بافتتاحه هلا جديد، جو حلو وجو نظيف وجو مرتب والاسعار مناسبه. هو لانه جديد حبينا نجي نجرب لاول مره. كيف شايفه الاجواء؟ انتم بتجوا من هون لهون بقصد السباحه ولا هيك قاعده حلوه؟ سباحه يعني وتصيف مع الاهل، دائما بنجي لهون. هلا الاسعار مبدئيا ما بنعرف شيء عن الاسعار لانه هلا يعني هي اول مره بنجي لهون، فطلبنا يعني مشروبات وأراجيل، بس الخدمة كويسة، بس يعني عموما على الدخل الأسعار كانت كويسة يعني ما أنه غالي كتير. خلصنا سباحة أنا زمان هون. كيف الأجواء هون؟ احكي لي شوي. حتى الجو كتير حلو صراحة، وتفاجأنا أنه الناس كتير عم تيجي يعني كتير أكتر من السنة الماضية بشكل. الأسعار حلوة مناسبة يعني، حتى الدخول عليها كل العوائل فيها تدخل لهون يعني عادية جدا ممتازة. شايفة بإيدك سمكة، أنت اصطدتها؟ إيه. من وين؟ من البحر. سلام، اصطدت واحدة تانية ولا بس هيدي؟ لا اصطدت واحدة تانية بس ماتت. حضرتك هون شايفتك مع العيلة على طول بتجوا على البحر؟ إيه والله، كل جمعة كل أحد نطلع. تحكي لي هون كيف الأجواء، كيف الأسعار؟ الأسعار كتير ممتازة والله، كويسة ممتازة. والخدمات؟ ممتازة كتير، والشاطئ كتير حلو هون، والجو كتير حلو. شاطر بالسباحة؟ أنت ومين جاي؟ والله أنا وأهلي قرايبيني. ليه بتجي على البحر؟ والله لا أتسبح هون يعني منيجي نتسلى وهيك. شايفتك هون شو جاي تساوي على البحر؟ والله جايين نغير جو وننبسط ونسبح والحمد لله احنا وعائلتي. كيف الاجواء هون؟ الحمد لله كتر خير الله، ونحن ما لنا من هون، نحن من الشام. جايين من الشام لهون، كيف شفتوا الاجواء؟ الحمد لله بخير، والله يخلي لنا البلد وقائد البلد ويحمينا ويحمي الجميع. يحمي البلد، يحميكم يا رب. شايفتك على البحر جاي مع العيلة؟ اي طعم مع العيلة جايين. ليه بتجي لهون؟ نحن البحر بالنسبة للساحل مثل السمك، نحن ما فينا نضل بالبر، بدنا نضل بالمي. بتعرفي دنيا الصيف، فنحن الصيف عندنا بالرطوبة هي فائدة فيتامين د بالنسبة للجسم موصوف لنا. بالنسبة لي عندي ديسك وجع الظهر، فالطبيب واصف لي انه دائما اسبح على ظهري بالمي، وبالساحل بلا مي ما حلو. شايفتك على البحر هون مع العيلة، ليش بتجوا على البحر؟ الجو حلو هلأ صيفية، وجو جمال فاتحينه جديد وأسعاره كويسة، ونضيف شط جديد يعني، وبتعرفي هلأ صيفية والجو حلو، أحلى شي سباحة الواحد يهرب من الشوب. أرجيلة وقعدة حلوة، تحكي لي ليش جاي لهون؟ والله نحن أول شي من الرقة، واستقرينا باللاذقية بسبب الأزمة، عرفتي كيف؟ ونحن مبسوطين هون، كل فترة من جو هون ننبسط هيك، وبناخذ الولاد ونفسحهم وبنسبح وبنغير جو. هلا مشان الاولاد وينبسطوا، وكمان هو منيح السباحه منيحه يعني للاولاد، ولقلنا نحن نغير جو يعني، والوضع كويس ممتاز يعني، لازم الكل يجي يعني بالاسبوع بالشهر ماشي الحال منيح. مقيمه في لبنان كنت، واجيت على سوريا من فتره يعني. كيف شايفه الاجواء هون؟ تحكي لي عن الاجواء. اجواء كثير حلوه، الناس كلها مبسوطه، الناس كلها قادرة تجي، شوفي الجمعة، شوفي مع أحلاهم يعني شيء كتير حلو. البحر جميل، الجو جميل، الناس السياحة ممتازة، منشجع كل العالم تجي وتقعد وتنبسط وتفرح، والأمان بكفي الأمان الموجود كتير، نحن مريحنا.
شط جورج جمال حلو كتير، يعني نحن كتير انبسطنا انه فتحوا هلا، ما هن كانوا مسكرين وهيك كتير انبسطنا. كتير حلو الشط، غير الشط يعني غير لما بتروحي لمحل تاني مفتوح وحلو، القعده حلوه وهيك.